نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مقربة من العائلة المالكة في السعودية أن نحو 150 فردا من العائلة يعتقد أنهم أصيبوا بفيروس كورونا. وبحسب الصحيفة فإن أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود قد أدخل إلى العناية المركزة لتلقي العلاج من إصابته بالفيروس، وأن أطباء في مستشفى الملك فيصل التخصصي يقومون بتحضير ما يقارب 500 سرير تحسبا لارتفاع أعداد الإصابات في صفوف العائلة المالكة.